بحس ان الزمالك يعني باستثناء الفتره دي، يعني الفتره دي انا بحس ان الزمالك سهمه طالع طبيعي، بس تاريخيا وانت لعبت فتره مع الزمالك، الزمالك ما بيعرفش يمشي على سطر واحد، دايما يبقى كويس قوي قوي وفجاه مش ينزل السطر اللي تحته، يقع خالص. طبيعي انت حسب بقى يعني كاداره، اصل انت مش فريق لعيبه بس، انت مرتبط باداره فنيه، مرتبط باداره مجلس اداره، الاستقرار هو اللي بيخليك دايما سهمك طالع. زي ما انت قلت دلوقتي انه سهمه طالع ليه؟ لان في استقرار اداري، في استقرار مادي، في استقرار فني. لكن لما انا اقعد كل شويه اجيب مدرب وامشيه، ومدرب يغير لعيبه، واداره تغير مدرب، يبقى انت في الدوامه دي اكيد مش هيبقى في استقرار. ما فيش استقرار، نتائج مش كويسه، طبيعي هتلاقي نفسك سنه كويس وسنه وحشه. السنه اللي فيها استقرار انا لما كنت موجود كان مستر جروس جانا من اول الموسم، كانت الدنيا كويسه ماديا، كان النادي كويس، خلاص نتج عنه ان انت خدت كونفدراليه لاول مره في تاريخ النادي بتاخدها. جروس ده الزمالك خسروا والله يعني الموضوع ده يعني غريب شويه. الراجل كان ماشي كويس جدا، وانا اعتقد يعني ماديا ممكن يكون الراتب بتاعه هو والجهاز بتاعه كان راتب عالي جدا، فما كانش هينفع ان هم يكرروا التجديد او توقعوا كمجلس اداره ان هم ممكن النجاح ده يبقى موجود بمدرب تاني. بس دي طبعا معادله صعبه، او هم خدوا ريسك فيها. لان بعد كده الدنيا ما ظبطتش. انا دايما بشوف الزمالك بيبقى عنده مدربين كويسين برضه، يبقى جروس يبقى كويس ويمشي. فيريرا المره الاولانيه لما كان كويس جدا وخد الدوري والكاس على ما اتذكر ومشي بعدها، وبعد كده خسر بس السوبر. يعني دايما يبقى عندك مدرب كويس وما يكملش. هو الزمالك كده طول عمره، ودي الحته اللي بقول لك عليها السبب في ان انت كفريق بتبقى ماشي على سطر وسيب سطر. انت في مدرب كويس وفي استقرار، سيب تلاقي الاداره لا غير مشي لاي سبب بقى ايا كان السبب، في حاجات احنا ما نعرفهاش يعني. ده هيبقى كويس وبيلعب ومكسر الدنيا، يمشي وهات واحد غيره. طب ما هو كان ماشي كويس وفرقه ماشي كويس. وانت بيبقى عندك مثلا لعيبه معلش يعني بتيجي النادي عن طريق الاداره، فيجي المدرب لا مش انا اللي مختار اللعيبه دي، فهضطر ان انا ايه اقضي السنه بتاعتي وخلاص وهمشي. فلا يعني انا اعمل مثلا برنامج ان انت هتجيب لعيب يختار، تجيب مدرب يختار لعيبه، واعمل عقد سنتين او ثلاثه معاه وحاسبه بعد سنتين او ثلاثه، بس هيبقى في استقرار. رقم واحد في نجاح اي فرقه الاستقرار. صح.